مازال معاكم في ديما لاباس وسعيد برشا بالضيف سبيسيال وان شاء الله يا ربي يكون حوار سبيسيال معاه. ليلى 12 سنه تقريبا غايب على الدراما التونسيه باش يرجع بدور مهم ومسلسل مهم جدا. سعيد باستقبال النجم حلمي الدريدي، مرحبا. مرحبا مرحبا اشرقت الانوار، شنو احوالك؟ الحمد لله الحمد لله. مرحبا بك على الانفيتاسيون. ميرسي لك انت اللي لقيت لنا وقت. نعرف تورناج ونعرف رمضان يقرب وبون يتسمى تورناج به انه ما كنتش مزروبين برشا، اما الحمد لله اولاد الغول قاعدين نسمعوا في اصداء باهيه اللي زيكو باهين برشا. اولاد الغول دونك سيناريو رفيق ابو جدي اخراج مراد بالشيخ باش يتعدى في رمضان على قناه التاسعه. شخصيه هارون اللي برشا قالوا باش ينسينا في ادوارك الكل، باش ينسينا في حمزه ومنتصر. في بالك العبيد التوا يعيطوا لك منتصر ولا حمزه؟ معناتها كان منتصر وحمزه في الشارع. بون يا وليدي راو ماهوش راو طفل مودرن وكذا، جوست شلاغم للدور. شلاغم للتهمه في التسعينات بدايه الالفين كانت لموضه تولت فرحانين برشا انك هنا اي سورتو فرحانين برشا بالسكسي نتاعك لبرا. معناتها العبيد تو كنت نعرف انا مثلا انك تخدم كذا، اما وقت اللي جيتني في الاذاعه ولا هنا وقعدت نثبت تبارك الله. معناتها بديت من الصفر غادي، ما نحكيش لا على الموهبه ولا شيء، واليوم صنعت اسم معناتها وشاركت مع افلام ومع مخرجين مهمين برشا. تبارك الله عليك، معناتها كي تغزر روحك في هالعشر سنين. سي بيزار دو فوار توت انك تشوف الوجوه هذوما الكل. تذكر اللي هو في تونس بدا سي بيزار ما ذكر. مرحبا بك في تونس. عايشك ولا بالله ايش نقول لك؟ خلي نعملوا هكا هكا هكا. هذيا اللي التصوير شنو اللوطه هذيك؟ هذيك في فيلم كاينا، فيلم طلياني من اخراج ستيفانو ماتوتشي. فيلم كيفاش نقولوا كيما الفانتازيا اللي عرفناها احنا مع نجدة اسماعيل انزور، تحكي على الليميغراسيون والهجره وكيفاش انه الغرب يستغل في الهجره زاد الغير شرعي. التصوير الوسطاني هذاك مانولو في فيلم كارمان من اخراج جاك مالاتير، نلعب فيه دور الماتادور بطوله وعشيق كارمان في الفيلم. البطوله ما راو مش نقولها، لازمني نقولها بطريقه محترمه. راهو معناتها عاده توانسه كي يجيونا سيرتو نصوروا تبدا اطوار ثانويه واحيانا محترمه شويه اللي تتعدى ثلاثه مرات قدام الكاميرا. بون توا انت اللي تمثل فيه بطوله، معناتها ادوار رئيسيه. ادوار رئيسيه هذا اللوك هذاك في لو ساكرو دو لوم، هذاك الفيلم اللي على خاطره معناتها كان نقله بالنسبه لي انا، او تصور في تونس هذاك. اي تصور في تونس وكانوا لي شيف دو ديبارتمون كلهم براتيكمون توانسه، على خاطر زاد عندنا تقنيين كبار برشا في تونس. عندنا كل شيء عندنا كل شيء في تونس. معناتها هذيك المشكل. في الروسيت باش نطيب مكرونه نلقى عندنا لي زانغريديون كل من بعد، نلقى عجه في بلاصه المكرونه. مانيش فاهم شنو اللي في الفايل اللي صايره في الوسط. بي هارون باش ينسينا في الناس الكل كما قلنا. شخصيه انت هارون دونك هذا هو اللوك نتاعها. الخميس الجاي تكمل تصوير بالحق ان شاء الله. سي بيان، معناتها الاكس نتاعك باش تكون كملته. حسب المعلومات اللي عندي هارون ماناش باش نتعاطفوا معاه، باش نكرهوه شويه، معناتها كاركتيره معقد وفي الخايب. فما من كل شيء فات هارون. الحاجه الباهيه انا نتصور وان شاء الله نوصلوا ننجحوا فيها انه الجمهور مش باش يعرف باش يتعاطف معاه والا باش يحبه ولا باش يكرهه، على خاطر كما اي انسان فينا في الحاجات الباهيه في حاجات خايبه ساعات مالغري نو، معناتها رغم اللي نحاولوا ديما نعملوا الباهي ساعات نغلطوا. صحيح نعملوا اغلاط لكن ما ينفيش هذاك اللي احنا رانا معناتها انسان والشيء اللي يحب يعمله في الاخر نتصوره ايجابي، اما ساعات فم برشا مرات يغلط هارون، يغلط على خاطر
مشاكل أول حاجة من الطفولة متاعه ومشاكل عائلية خلته معناتها زادة ياخذ طريق معين. أي أما كلامك صحيح، وفما ناس ولاو يستغلوا الكلام هذا باش يبرروا الحاجة الخايبة، ديما الحاجة الخايبة تقعد حاجة خايبة. ساعات كي نبداو نلوجوا مثلا، ما ذكرتني في جملة متاع وزير سابق فرنسي قال وقتها يحكي على ليزاتونتا، قال essayer de comprendre c'est justifier. اللي هو مش صحيح. أي. معناتها تنجم تحاول تفهم من غير ما تبرر. علاش خاطر اذا نفهموا نجم تصلح من بعض. تصلح فوالا سي با جوستيفي فوالا، معناتها الجمله في بلاصتها سي فري. انا قلت لك فما اللي يحاولوا يستغلوا ديما ان توكا حمزه في الليل البيض اللي صنعت نجوميتك، معناتها نحكيو في تونس. صحيح. انت عايش نجوميه اخرى ودينار مخرين توا، ولكن فما اللي خلت ناس يكرهوك توا، تعرف الليل البيض يتعاود برشا. بور لانيكدوت اخر مره نصوروا في المرسى، ثم مرأة معناتها متعدية وقفت قالت لي ممثل واحد، قلت لها ايه، قالت لي في النوبة، قلت لها سامحني ما خدمتش في النوبة، قلت لها باغ كونتر خلي يمثل في النوبة، يمثل معنا ممثل ياسر مزيان بلال بريكي مازال كيتعدى، قالت لي مالا انت نعرفك فاش مثلت، قلت لها مثلت في الليالي البيض حمزة الا في 3 با والله انت العبيد مفجوعه من حمزه. دونك نرجعوا لولاد الغول، انت اقترحك المخرج ومساعد المخرج مش شركه الانتاج. لا انا على حسب ما نعرف اللي انا اقتراح مراد بالشيخ المخرج وسالم دلدول المساعد او المخرج هما اللي وبش وافقت. نعرفوا اللي انت رفضت اعمل بش وافقت شنو قريت السيناريو فهموا كيفاش ثم حاجه حابب تشارك في تونس فهمني ثم انه فما ولا خاطر كورونا ما فماش خدمه لبرا فسر لي معناتها لي ان بو تو سي تي فو معناتها بالحق مش نكذب عليك لي ان بو تو. اول حاجه خاطر بالحق نحترم برشا مراد بالشيخ اللي هو معناتها صديق نعرفه من قبل، نعرفه عن طريق اصدقاء اللي انا نحبهم برشا كما عز الدين قنون الله يرحمه، المخرج المسرحي اللي خدمت معاه برشا اعوام ونجيب عياد الله يرحمه زاده، وسالم دلدول خدمت معاه ونعرف البروفيسيوناليزم نتاعه ونعرفه يختار معناتها الفريق التقني اللي معاه. اول حاجه فما هذوما، ثاني حاجه من بعد الشخصيه نتاع هارون، وفما زاده رفيق بوجدي خاطر رفيق بوجدي معناتها لوازاغي بيزارمون كان اول مسلسل اللي معناتها اللي خلى الجمهور التونسي يعرفني ليالي البيض. الكتيبه نتاع ليالي البيض عجبتني انا وقتها، كانت معناتها قويه فيها جراه فيها طرح مختلف. انا نتصور ليالي البيض حلقه فاصله معناتها في الدراما التونسيه، كسر مع برشا فوالا كسر مع برشا حاجات قديمه. فوالا فما العوامل هذوما اللي خلاني، وهارون سان بيرسوناج اللي انا حبيته معناتها من الشخصيات اللي انا عجبوني شويه. دونك تنبير عليك مادامك عديت جمعتين ثلاثه في تونس، معناتها ماكش نجم حاليا في تونس، ما عندكش بوز على الفيسبوك على الانستغرام على كذا، ورغم ذلك معناتها عيطوا لك هل لانك صاحب مساعد المخرج؟ لا على خاطر مش حكايه صاحب، على خاطر سالم مثلا اتصل بيا بعده معناتها اقترحني على مخرجين اخرين، في الاخر المخرج هو اللي يختار معناتها الاقتراح كان اقتراح سالم. المخرج معناتها شافني يمكن في الدور، ما كانش سهله زاد الحكايه على خاطر برشا مرات حكينا مع بعضنا في التليفون انه كيفاش باش نحضروا، كيفاش معناتها انا اسال اللي كانوا عندي الاسئله زاد اللي هو عنده، كيفاش نجموا معناتها نخدموا مع بعضنا. خاطر جيت حلمي معناتها نحكي لك ما يقال في الكواليس، جيت فتره متاع حلمي خرج كره تونس ما عادش يحب يتعامل مع تونس، معناتها الكلام هذا كان يقال في الكواليس، معناتها من اول ما خرجت وكذا كل ما تحكي عليك نبداو معناتها ساعات حضرت حتى في كتير وينو كحلمي ما عادش يمثل كذا، لا فد من تونس وخرج ما غير ما تكلموه راهو زايد ما يحبش يجي. مش صحيح. جاتك فتره مثلا 3-4-5 سنين اللي انت لا تونس لا وما عينيش و نو مش هكاك، سكرت ممكن فتره عامين خاطر من الاول كي سافرت قعدت ساق هنا وساق غادي، معناتها نخدم ما بين فرنسا وتونس، نلقى روحي ما نجمش نفرض روحي غاديك على خاطر لازمك ساعات تجوع تعطش تجرس لازم الطريق يكون صعيب باش نجم
تحقق حاجة بعدها. نلقى روحي أنا فما الكونفور متاع بوم فماش خدمة في فرنسا نرجع نخدم خدمة في تونس. معناتها أنا مكتوب اثنين صورت وأنا في فرنسا، مكتوب الأولاني ديجا فزيت دي زالي روتور. مدة عام ونص عامين تسكرت على روحي باش نركز على معناتها الكاريير متاعي في فرنسا. صحيح هذا، اما مش معناتها نكره ولا ما نحبش نخدم على خاطر من بعد لا بروف 2010 رجعت خدمت في فيلم قصير نتاع يوسف الشابي، رجعت انا صورت الدوكيومونتير نتاعي الوثائقي نتاعي في الجنوب التونسي. رفضت مسلسلات التلفزه سي اوتر شوز. دونك رفضت انت كلموك على ولاد مفيده سمي كلمك بعد ما عاودش رجع لك، ما عاودش رجع لي حكينا قال لي رانا نخمم فيك انت mais il y a une solution peut-être moins coûteuse في تونس mais pour le moment قال لي انت معناتها الاولاني بعد انقطعت الاتصالات. دونك نرجع حلمي دريدي برشا ناس واو باش يقولوا وينو توحشناها وفي تونس كذا. حلمي دريدي خرج من تونس وحقق برشا نجاحاته وتنحكي، ولكن خروجك من تونس مشروع نجم كبير انت يخدم في الزوز كما يخدم مع نوري بوزيد، كما يخدم مع عز الدين قانون الله يرحمه وينعمه، كما يخدم المسلسلات حتى الكوميرسيال اللي لقاوه نجاح كبير، تسافر وتبدا من النقطه صفر، معناتها ريسك رهيب برشا، معناتها وتمشي غريب جدا من ممثل في الاخر انت ماهيش نجوميه تلوج عليه، علاش كنت تلوج وعلاش قررت السفر من تونس؟ انا حكيت معاك قبل وقلت لي فديت وقلت لي انقمت وقلت لي وقتها كانت الدنيا مخنوقة وحكيت لي على الاكسيدون اللي صار لك، معناتها كيفاش تعرضت للعنف في قاعة سينما دخت أنا كي سمعتها، معناتها تاكل في تريحة من عند أعوان أمن من المسرح الوطني حتاكش النهج يوغوسلافيا. أنت تتعرض للضرب وأنت وقتها نجم. بديت نتعرف شوية وقتها معناتها بعد الليالي البيضاء، أنا وقتها نصور في مكتوب الأولاني 2008. هذا الكل خليك هي الفكرة متاع كما قلت لك معناتها الفكرة متاع الخروج لبرا من قبل، معناتها ملي أنا طالب فما الفكرة متاع أني نحب نكتشف نحب نسافر نحب نمشي نشوف برشا بلدان أخرين. يمكن على خاطر بابا الله يرحمه رفض عدة معناتها دعوات للخارج اللي ساعات احنا في لي شوز باغياكسيون معناتها نعملوا معناتها يا أما كيما البو يا أما ضد البو يا أما وهذه المشكلة زادة متاع هارون في المسلسل. بابا رفض معناتها دعوات الخروج الكل للبرا، انا بالعكس حبيت نمشي نشوف نتعلم نتعرف على حاجات اخرين. ومن بعد صحيح فما دي كونتكست، فما كونتكست بوليتيك، فما كونتكست ارتستيك، فما كونتكست معناتها صدفه، خاطر انا نمر بالصدفه برشا في خدمتنا، خاطر انا خدمت مع قريت مع عباد تالونتيو معناتها للاخر معناتها قويين، معناتها ما نعرفش كان يتفرج فينا روف بالدرويش كان مشروع ممثل رهيب في تونس، لكن الصدفة ما خلتوش قرينا مع بعضنا في المعهد العالي في الليسي تكنيك رادس، لكن الفرصة ما نعرفش ما واتتوش. أنا نحس روحي معناتها محظوظ، أول ما دخلت مثلا المسرح البروفيسيونيل المحترف صدفة نخدم مع مدام صباح بوزويتا في دار ثقافة ابن خلدون، جيت وحدي معناتها للكور قالت لي شبيك مش مع الاخرين، قلت لها وين مشاو، قالت لي ستاج مع الاسد بن عبد الله، قلت لها لا ما عينيش نحب نقعد، قالت لي لا ما هي فرصه امشي، قلت لها زي سي عداو اربع ايام مازال نهار، قالت لي خلطت على النهار هذاك، خلطت على النهار الاسد بن عبد الله اختارني باش نخدم معاه، بديت المسرح المحترف هكاك. الفرصه اللي باش خلتني معناتها نخرج اللي هو فيلم لو ساكرو دو لوم، لو ساكرو دو لوم مع جاك مالاتير، نشوفوا هذايا كان ليك دور بطوله فيه، المخرج نتاعو بعد اقترح عليك تمشي لفرنسا يظهر لي وغادي احنا نصوروا في الفيلم. احنا نصوروا في لو ساكرو دو لوم، كلمني ديجا على فيلم اول لو ديرني نيون دختال اللي هو من بعد تصور ما بين بلغاريا واوكرانيا وفرنسا. دونك البيبان تحلت زاده والفرص، صحيح الفرص الموهبه وكذا، ولكن كما قلت انت الفرص. دونك بعد زوز افلام لقيت روحك من فرنسا وبديت بشوي بشويه قلت نجوع نقرس تعديت بهم هذوكم؟ تعديت بهم فتره صعيبه خاطر معناتها العامين الاولانيين حلمي دريدي تمرمت. حتى انا معناتها ديما نقول فيلم لو ساكرو دو لوم سي فريمون كيلك شوز معناتها حاجة قوية برشا في حياتي، على خاطر عن طريقه هو تعرفت على زوجتي اللي كانت تخدم في شركة الإنتاج اللي عملت الفيلم.
هو اللي خلاني نخرج لبرا. لكن خرجت كما قلت انت خليت كمام حاجه بنيتها في تونس. تصوير زوجتي. انت قلت زوجتي طلعت داكور تحيه لها. اي قوه لي ريزو سوسيو هذا. كي معناتها خليت حاجه هنا، معناتها اول عثره ولا حاجه صعيبه تصير لي غاديك في فرنسا تلفت معناتها لزوجتي نقول لها نرجعوا لتونس. علاش شنو نعمل لهنا؟ غاديك عندي لي كونتاكت نتاعي، سي بلو فاسيل، اسهل في تونس على خاطر نعرف برشا عباد نجم نخدم مقربة غادي كي تسكر. وغاديك مازلت ما نعرفش عباد صعيبه. هي معناتها عاونتني برشا في الفتره هذيك، قالت لي لا اقعد اركز. عندي صديقي اللي هو ملك الكشباتي اللي هو منتج في منتج توا في تونس كان يعيش في فرنسا، اتصلت بيه وصلت في فتره معينه صعيبه، قلت له اسمعني دبر لي خدمه في اي ميدان ما يهمنيش على خاطر معناتها لازمني عندي عائله اليوم. قال لي لا نخليك هكاك على خاطر لازمك تتعب باش تكمل الكارير نتاعك كممثل. على خاطر لو كان تدخل وتوصل تاخذ شهريه تبرد تبرد وتبطل. وقعدت ماديا مستواك باهي، متوسط فوق المتوسط فوق الباهي، ما احكي لي. لا متوسط عادي لاباس الحمد لله. معناتها عايش نعيش في باريس دي مدينه غاليه برشا زاده معروفه. اما في نفس الوقت ما نجمش نبعد برشا على باريس على خاطر الخدمه كلها في باريس. رغم اللي تمشي برشا لايطاليا مع باريس. معناتها انا خممت في فتره معينه اني نستقر في ايطاليا في روما على خاطر عجبتني برشا. بالنسبه لي انا كانت روما معناتها وايطاليا لو جوست ميليو ما بين فرنسا وتونس. معناتها حسيت روحي بالحق خاسك في تونس في إيطاليا. لكن الخدمة أكثر ومستوى معناتها حتى الإخلاص حتى النيفو دو في وكل شيء في فرنسا يقعد خير. وفرنسا خويا أنا نجم نمشي في كل نهج فما مسرح. مهرجان أفينيون فيه 3600 مسرحية. ليه وحتى حتى أن سامدي سوار فوندردي سوار كذا تحب تكتب تكليكي راني ساعاتي يبدا نقيدي في المسرح نلقاها بلاصه نتعدى منها كل يوم في بليش بما يعني الغاده. ليه تحب تشوف فاش تتفرج تلقى 600 فيلم 400 مسرحيه 500 كم فما يشبعوا الناس شبعانين بصراحه. باهي باش نعطيك توا كلام قول لي اشاعه ولا مش اشاعه. حلم دريدي يرفض الادوار الصغيره ورفضك وراها حكايه، نعم او لا؟ نعم او لا مام سي با تري كاتيجوريك. رد بالك تقول لك الدور صغير ولكن مؤثرك الجمل اللي يقولوهم الناس اللي تاخذ ادوار صغيره. تي هي الحكايه مربوطه. تحب نحكي لك حكايتها؟ احكي لي انت ترفض الادوار الصغيره نعم ام لا؟ في فتره معينه رفضت أي. الدور الادوار الصغيره. علاش الحكايه؟ علش. واحكي لي تو. الحكايه لخاطر اول فيلم مثلته في تونس هو عرايستين مع سينوري بوزيد. كان عندي دور صغير نمثل خو هند صبري في الفيلم هذاك. بلي مهمه الحكايه اسمعها مخيبها مخيب هاي. معناتها مثلت خو هند صبري وهزيت صحابي. انا وقتها نقرا كي صورته نقرا سنه اولى في المعهد العالي في المسرح، حين تخرج الفيلم انا نقرا سنه ثانيه. هزيت صحابي ماشيين فرحانين باش نتفرج في الفيلم، نتفرجوا في الفيلم نستنى ما فماش حلم ما نتعداش. تقصيت في المونتاج هاي غضتني برشا. هاي سيمونير بعزيز اللي كان مساعد مخرج نتاع نوري بوزيد في الفيلم هذاك عجبته خدمتي حبني معناتها، قعد يعيط لي الافلام اخرين ومنهم افلام اجنبيه معناتها يعيط لي. نساله اول سؤال، انا مازلت طالب وقت ما بالنسبه لي انا الفتره نتاع انك تكون طالب تنجم تجرب فيها تنجم تتصرف فيها كما تحب، عندك حريه مطلقه، ما عادش عندك عائله وراك ولا ما عندكش عائله وراك معناتها انت طالب ماكش مطلوب انك تدخل فلوس ولا حاجه. يكلمني يقول لي راه فما افلام فما دور. نقول له قداش من نهار؟ يقول لي نهارين ولا ثلاثه. نقول له لا فوالا خلصت فيهم اللي صورتهم اللي مع نور بوزيد. اي بيان سور نور بوزيد قابلك واعتذر لك من بعد واعطاك دور في في ميكينغ اوف. ميكينغ اوف وقت اللي تقابلنا قال يا تجي للكاستينغ نتاع ميكينغ اوف. قلت له لا. قال لي عليه. قلت له متغشش. قال لي علاه متغشش؟ قلت في عرستين قصيد. قال لي سامحني ودرشني. قال لي المره هذه عندي ليك دور نخمم فيك في دور حتى لو كان باش نقصك في المونتاج باش تقعد موجود في الفيلم. مع رئيس الدين صححت زاده في الفيلم الامير محمد زران من غير ما صورت هذاك صححت ودورك تنحى دور السيناريو والدور تنحى معناتها في وسط التصوير لقاو برشا صعوبات تنحى الدور.
غريبة جدا. به حلمي دريدي الممثل النجم اليوم أصغر كاشي في حياتك كان على عرايس 60 يظهر لي 80 دينار على نهار التورناج أول فيلم أي اليوم توصل تنجم توصل حتى 2000 أورو على نهار التورناج معناتها فوق 6 ملايين تبارك الله معناتها ماشية ماشي تطور فما, فما فما معناتها كيفاش نقولوا معناتها فما أسوام وديكاشي تري تري لوان بعاد ياسر تاع ممثلين أخرين أي أي بيان سور أي معناتها أغلب برشا أغلب برشا خاطر أون فيت سا ديبون خاطر أنا معناتها حتى 2000 أورو نجم نربح أكثر لكن أكثرية الأفلام اللي نخدم فيهم سي دي فيلم دوتور زاد ماهم دي فيلم كوميرسيو ساعات معناتها في لي انترفيو يسالوني اسكو سي ان شوا انك تمثل في افلام عندهم قضايا افلام انجاجي نقول لهم انا الفن بيدو اليوم في حد ذاته انك تقوم تعمل فن سي ان انجاجمون ديجا واضح باش نسالك تراه التمثيل بين تونس وفرنسا باش نحكي لك على حاجات تصيروا في الكواليس وفي الدنيا وتقول لي في تونس ولا في فرنسا يعطيوك شهر اشتر الفلوس قبل التصوير واشتر الاخر اخر نهار في التصوير في تونس ولا في اوروبا هذا تقريبا في تونس في تونس في اوروبا يتعاملوا اون فيت يا اما يخلصك كل اخر جمعه تخلص على الايامات اللي خدمتهم في وسط الجمعه وقال لك اخر الشهر تخلص على اللي خدمته الكل في الشهر ما عندهمش تسبق على خاطر يعرف روحه اخر شهر يخلص الناس كل ولا اخر جمعه يخلص الناس كل هذاك تونس قبل يعطيوك ربع الفلوس كي تكمل التصوير والباقي تعتبره صدقه على صحتك تونس ولا اوروبا حسب ما قاعد من تابع مش اللي عشته انا خاطر اللي عشته انا بالحق مع انت كلك سوا وقت اللي خدمت مع ليالي البيز مع سلاح بيم سلماني خلصت مع سامي الفهري وكذا طبعا اما هذا قاعد يصير في السنين الاخرى اما في السنين الاخرى قاعد نشوف اللي فما معناتها ممثلين مالوغوزمون لازمهم يعملوا اعتصامات مش ممثلين فتحي الهداوي عمناه والبطل رمضان مش كامل وراني المبلغ اللي مش خالص فيه الدوخ معناتها الناس ناس تشكر فيه هو ما عنده حتى فرنك معناتها فما برشا بالحق فتحي الهداوي فتحي الهداوي في قمه معناتها هشام رستم انا شفته معناتها عامل اعتصام باش يخلص سانسامون معناتها يوجع القلب حاجه تهين معناتها تغيظ على خاطر تقول كان هشام رستم وفتحي الهداوي صاير فيهم هكا مال الممثل مش معروف فوالا واللي لازم يخدم على خاطر لو كان ما يخدمش يقول خلصوني ياكل تريحه ولا ما نعرفش بيه خلينا نكمل لك باش تمثل لازمك تكون منخرط في نقابه وتخلص في الضرائب نتاعك تونس ولا اوروبا؟ لا اوروبا ما يهمهمش ما يهمهمش انك تكون منخرط في نقابه ولا لا يجيك أنا ماني منخرط في حتى نقابة فوالا يجيك ممثل ساعات مش حافظ النص تونس ولا أوروبا؟ تونس تجي حتى في أوروبا تجي لا حتى في أوروبا تجي تجي 8 متاع صباح للتورناج المشهد وتصور نص الليل أي تونس ولا أوروبا؟ والله تصير في الزوز بالحق ثم مرة في فيلم كاينة المساعد المخرج استدعاني 9 متاع الصباح ما صورناش صورت 15 ما طلع شيء مشيت له بكل احتراف قلت له معناتها اول مره واخر مره تغشش عليا الفو سافوار كو في نابولي عندهم اللغه نتاعهم النابوليتان المخرج نابوليتان اما يحكيوا معايا انا بالطليان خاطر ما نفهمش النابوليتان من غدوه صباح يحكي كان نابوليتان ما عادش يحب يحكي طليان تغشش كيفاش عملت له الريفليكسيون لا تصير حتى البرا مي قليل في تونس في تونس نجم تصير زاد سا ديبون يوقفوا التصوير خاطر ما همش مخلصين خالصين تصير في الزوز خاصة في إيطاليا في فرنسا عمري ما ريتها ما في إيطاليا ريتها خاطر في إيطاليا قراب لنا وفات العرق المخرج يصيح على الممثل تصير بارتو خاطر مثلا ما خدمتش معاه الرياليزاتور موكي مخرج فرنسي فرنساوي معروف انه يعيط على الممثلين مهما يكون الحجم متاعه كل ممثل عنده لوج وين يسكن ومرتاح وياكل وماكلته محترمة تنجم تصير في تونس كيما تنجم تصير احنا سامي فهري اول واحد عمل هنا اللي لوج نتاعنا وكنا مرتاحين واعطانا الكونفور نتاعنا يعطيوك النص كامل وفتره شهر على الاقل التحضير للشخصيه تصير في الزوز وتنجم ما تصيرش في الزوز صارت لي في تونس معناتها فيلم الياس بكار من اكثر من شهر قبل ونحضروا وعملنا قراءات في فرنسا ينجم زادة كيف كيف سا ديبون على خاطر ثم مخرجين ما يحبوش يعطيو السيناريوهات معناتها هما هكا الطريقه نتاعهم باش ما انت ما تعرفش وتكون مليابل وهم يهزوك وين يحب اجا صور بيلوت
وما نعرفش وين باش يتعدى وفينا قناه تو تخلص من بعد يسيروا في الزوز بالحق والله. لا 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 غاليتي معناتها متعدمين هذا المورال يعطيك الصحه بصفه عامه. كيفاش الساحه الفنيه كيفاش تغزر لها تو حاجه تفرحك ولا تقلقك؟ تفرحني في السينما التجارب الاخرانيين العوام الاخرانيين معناتها ثم معناتها جوائز خذوها توانسة في فينيس في برلين في كان معناتها معناتها السينما التونسي خاطر احنا صناعة تقعد تجارب ماهيش صناعة على خاطر ما عندناش لي مويه ثلاثة افلام بعد خمس سنين ما فماش حتى فيلم هذيك المشكلة تنجمش تعجبك ما عندناش اما في بالحق في المسرح وفي التلفزة كيما فهمت ما يعجبك حتى شيء. لا كيما قلت لك المرة اللي فاتت مثلا النوبة الأولاني عجبني. اي اي. وعلاش الثاني ما عجبكش؟ حسيت انه فما ما نعرفش تقصير فما اللي يافي بوكو دو فوت معناتها فما دي فوت فما الزربة فما سوداكس فما ساعات تشوف معناتها فما حاجات بديهية معناتها ساهلة برشا. ما تسمحش كي تشوفهم في عمل كيف نهاكيك. اخر مسلسل تونسي شفت فيه ايماج مزيانه عجبتك؟ ثم اللي يخدم فيه مجدي سميري. اللي يخدم فيه مجدي سميري معناتها تقنيا ثم ان ليفل ان نيفو باهي برشا. هو الناس في تونس يقول لك اعطيني المضمون الكاليتي التصويره ما عادش يهتم بها المتفرج، انت مع هذا ولا هذا؟ أنا بالنسبة لي سي أن تو، نبداو بالهات من المضمون، صحيح المضمون هو الأهم بالنسبة لي أنا، معناتها ساعات تشوف مسلسلات ولا أفلام مصورين بكاميرا وترعش واحد، لكن تيلمون سانسيغ في لي بروبو نتاعهم، في معناتها في الموضوع والميساج اللي يحبوا يعديوه، تولي تتبع، ما عادش تحسب. واضح. يعطيك الصحة حلمي دريدي، نمشيو فقرة استنى مازلت فقرة حوار الصراحة مع بلال المساوي يحاول معناتها يسألك شوية أسئلة محرجة أوكي. ثم نرجعوا احنا في كلمة الختام معنا نجم التونسي اللي توحشناه برشا سنين ما شفناهوش وسنابش يكون واحد من الأبطال العمل الممتاز اللي فيه الكبارات سنة معناتها حتى الوجوه الجديدة عمل ممتاز جدا ولد الغول. مرحبا بك حلمي في محق بلال. عايشك مرحبا بك حلمي. فقرة ذي تطلب شوية صراحة وانت ظهرني صريح. صريح اما في الساعات في الاعلام ولا في الواحد فما حاجات ما لازم مش تقالوا. عشان حاسك عرفت السؤال الاول. عشان حاسك كيف عرفت السؤال الاول شنو هو السؤال الاول والثالث يوم مش نبدأ. انت حلمي تعيش في فرنسا وخرجت قلت انك معناها خرجت في خدمه مشيت تخدم في السينما. هل صحيح انه ما كانتش السينما والتمثيل الهدف الاول من خروجك لفرنسا؟ هل صحيح انه مرتك هي اللي هزتك معها لفرنسا وكنت ناوي تخدم معناها عادي باش تعيش على روحك في فرنسا بعد قلبت كاريرك هذيك ورجعت كملت في المسرح معناها كملت في التمثيل؟ لا مش صحيح على خاطر انا عملت لو ساكرو دو لوم في تونس في 2006 المخرج ديجا كلمني وقتها يحكي معايا على اول ودارني ليون دارتا اللي من بعد صورناه في 2009 في ما بين بلغاريا واوكرانيا وفرنسا. معناتها انا خرجت اساسا باش نخدم. إل سو تروف زادا انه زوجتي كانت تخدم في شركه الانتاج اللي عملت الفيلم الاولاني اللي هو لو ساكرو دو لوم. معناتها كانوا مربوطين ببعضهم. ما كانش عندها دخل معناها كيما نقولوا. لا ما عندهاش دخل. ما عندهاش دخل. كي كنت تعيش في تونس كنت صاروا لك برشا حاجات. صاروا لك برشا احداث، برشا نجم تسميهم مشاكل. واحدة من المشاكل انه الميل نتاعك تبيراتا وضعوا لك برشا خدم. هل صحيح الميل نتاعك تبيراتا؟ مش الميل نتاعي، الفيسبوك نتاعي. فيسبوك نتاعك بيراتا. فيسبوك نتاعي بيراتا 2009. 2009 انا وقتها ديجا نعيش في فرنسا. الفترة هذيك كان فما الانتخابات جاية رئاسية. الانتخابات الرئاسية. جاني ميل. شسلك سؤال. جاني ميل. على الانتخابات الرئاسية. ايه. هل عندك الجرأة باش تقول اسم الممثل؟ كنت بقول أنا. أنت باش تقول؟ كنت باش نقول. كنت باش تقول. قبل ما تقول لي جرأة. معناتها حاجة عادية على خاطر مبعد. خلينا نسألك سؤال ما يقول لي. ما دام أنت رتحتنا. هل عندك الجرأة اليوم باش تقول لي اسم الممثل اللي بعث لك دعوة لحفلة التجمع أنت رفضت
يا اخي كرفض هو بيراتي لك الفيسبوك بتاعك وضيع لك برشا خدمه. لا ماهيش كوزا ايفي، ماهيش مربوطه ببعضها ماهيش مربوطه ببعضها، هي نفس الحكايه صارت مع نفس الممثل لكن ماهيش على خاطر رفض دعوه للتجمع. رفضت انا دعوه، انا رفضت دعوه التجمع يا اخي هو بيراتالي خاطر البيراتاج هذاك اللي صار لعده من معناتها برشا عباد اخرين اللي عندهم برشا اصدقاء. انا وقتها الفيسبوك نتاعي فيه 5000 امي معناتها صارت لعدة معناتها ممثلين دي ارتيست اخرين، فما عباد معناتها في الدومين معناتها بوبليك في السبور ولا اللي هو السياسه بيراتيوهم. اما ما نتصورش اللي معناتها سي ديريكت، على خاطر وقت اللي انا مثلا مره سلمني تو ما عادش نقول الاسم على خاطر ربطتهم ببعضهم، انت كنت نجم نحكي على الثاني خاطر وقت اللي سلمني الدعوه باش نحضر حفله التجمع وسنه 2007 احنا وقتها صورنا ليالي البيز. فهمتك باه كيت بيراتا 2009 عامين من بعد. علاش بيراتي لك الميل بتاعك؟ مش هو نعرفش انا الميل جاني من اللي بيراتيت بيه، اللي بيراتيت بيه دونك بيراتك ينجم يكون هو بيدو ديجا بيراتي والعباد معناتها يزون بيراتي اصحابه. انت مهنيت تحب تخرجوا بريء؟ مش نخرجوا بريء، ما نعرفش بالحق، ما نعرفش خاطر بالحق ما نعرفش. ما حكيتش معاه من بعد ما صورنا 2009 من بعد ما بيراتيك. لا من قبل قبل من اللي كملنا التصوير نتاع نجم تكون الغيره المكتوب. علاش باش يغير من انت؟ تبارك الله في مكتوب نجوميتك كسرت الدنيا. انت تقريب لا حتى لا هو لا انت تتواضع لهنا تواضع. لا مش تواضع، لا بالحق تظهر بالتواضع. نجح انه كمل معناتها خدم برشا مسلسلات من بعد، خدم سينما، خدم برشا اشياء. بوتيتر خدمه خاطرتي ما كنتش في تونس، اكد لك اجي تونس هو ما يخدمش. اوني با سور لو ميم كرينو. يمكن قداش مسالم؟ مانيش مسالم ياسر تحس. انا نقول لك معناتها الحقيقه بالحق ما عنديش حتى مشكله، نقول لك بالحق الايميل جاني من معناتها من الكونت فيسبوك نتاع. أما باش نقول لك هو ينجم هو بيدو يكون بيراتي كيفيا. جي با لا بروف اللي هو. شكون الفنانة اللي تسببت لك في طريحة اللي حكيت عليها من المسرح ومن عند الأمن معناها؟ شكون هل تنجم تقول لنا شكون جرتك للطريحة؟ هي جرتها هي سهام بالخوجة. سهام بالخوجة ماهيش ديريكتومون زادة. اللي صار هي الانكدوت اللي حكيتها انا في الموزايك، حكيت انه معناتها ان مومون دوني انا موجود قدام المسرح الوطني في يدي البادج نتاع واحد صاحبي لبناني احمد غسين كان مقابلني هو جوست في التليفون يحكي وعندي البادج نتاعو. شافتني هي خرجت لبرا قالت لي تعرف نتاع شكون هذاك؟ قلت لها نتاع السيد. قالت لي انا تعرفني شكون؟ قلت لها انت نعرفك. قالت لي انا مديره المهرجان. قلت لها هي. قالت لي مالا البادج هذاك نتاعي انا. هي قلت لها اش تحب؟ قالت لي اعطيني البادج. قلت لها ما نعطيكش البادج، نرجعوا لمولاه. كيكا وجاو معاها زوز وقفوا قالوا لي اعطيها البادج. قلت لهم لا شديت صحيح، عرفتهم انا اللي هم معناتها امن. من بعد كمل الطفل التليفون نتاعو قلت له تفضل البادج نتاعك. قالوا له كي جمعان وانا باش نمشي على روحي صباح الخير. قلت له مانيش باش ندخل انا. هو شد فيا صحيح باش ندخل معاه نتفرج في العرض الرقص. قلت له لا باش نروح خاطر غدوه نصور انا وقت نصور في مكتوب الاولاني. سهام سعيد مع توفيت الحكاية معها هي دخلت على روحها. أنا خرجت من المسرح الوطني معناتها يمكن مشيت 5 متر وخلطوا علي زوز البوليس الثقافي وبدأوا يضربوا فيا حتى كش المركز ناجي غزلافي. وهل اعتذرت سهام بالخوجة بعده؟ بعد أنا بيدي لعمري حكيت معها لعمري عاود تجبت لها على الحكاية معناتها. كانت قبلها تو عادية الحكاية نسيتها؟ عاود قابلتها فترة ما عنديش برشا معناتها هكا في سهرية جوست على السلامة على السلامة. تصور انه سهام بالخوجة هي اللي عمرت عليك البوليسية؟ لا على خاطر هي وقت اللي كملت تلفتت لهم قالت لهم بون سي بون وهي رجعت هما قاعدة في قلبهم. ايه ايديهم متوزوزة عندهم الليجو نتاعهم هكا. كيفاش واحد يقول لنا لا معناتها؟ آخر سؤال حلمي، هل نادم على مسرحية انيو اللي شاركت فيها وكنت على المسرح ممثلين عرية تماما؟ علاش باش نندم؟ علاش باش نندم؟ شنو علاش باش نندم؟ ممكن
كي تراجع روحك تقول كانت اوزي اكثر من اللازم؟ نو با دي تو با دي تو. ما تقلقكش سا سي لون دي ريزون مثلا اللي انا خرجت زاد من تونس. انا باش نوصلوا على خاطر اوزي با اوزي il faut voir d'abord c'est quoi le message, c'est quoi le c'est pourquoi on est à nu معناتها في سبيكتاكل هذاك. شخصيه تتعرض معناتها اون فوي معناتها تفتيش تفتيش عام. مراه من المخابرات الامريكيه تفتش الشخصيه باش تخليه معناتها لابس بالطبيعه باش تعريه وهما يستعملوا معناتها انا معناتها في ميساج معناتها بور دينونسي باش ننقدوا طرق نتاع الامريكيه في البحث نتاعهم اللي خاطر بعد ال 11 سبتمبر مع الباتريوت اكت ولاو معناتها عندهم الحريه المطلقه في نجم يشدك في بلاصه لا تعرف روحك انت فينا بلاد لا عندك الحق في محامي وعندهم الحق يمارسوا عليك معناتها التعذيب الجسدي. انا كي نلقى روحي في مسرحيه كيف هذيا اللي هي اقتباس من فيلم تاع سيدني لومات اللي هو مخرج معروف باللونجاجمون نتاعو مخرج عظيم اللي عمل 12 اون كولير وعمل نتورك والفيلم اسمه ستريب سيرش. بالعكس يعني بالعكس فخور اللي انا خدمت في المسرحيه هذيك. اذا تجي فرصه انك تعاود تقف على المسرح عريا تماما تو تعملها ولا نعملها؟ اذا معناتها فما علاش كيما نقولوا احنا في تونس موظفه فما ميساج قوي جيو كان بروبليم جيو كان معناتها ما عنديش عقده مع البدن نتاعي. البدن نتاعي كيما بدن كل واحد معناتها عندي راس وساقين ويدين. شكرا لك حلوين صريح جدا. ميرسي بوكو حلمي دريدي يعطيك الصحه. بالك زاد واسع جوك باهي ان شاء الله يا ربي ترجع لنا في السينما ونشوفوك ديما في اعمال اخرى. دونك نهار الخميس باش تكمل ولاد الغول ترجع لفرنسا ان شاء الله. توحشت مرتي وبنتي. توحشت مرتك وبنتك ربي يفضلهم لك وسورتو المدام نتاعك نعرفوا اللي هي تحبك برشا وقفت معاك برشا وتمشيش تعمل كيما برشا توانسه مرتو كي تقف معاها اول ما يتفرد يبدلها. نورنا يا احنا فاش كنا اموري تفرهدت عندها مده معناتها كان فما شكون يحرق بامراه تحرق وتعمل له الاوراق ومن بعد يريد الامور وغادي يطلقها مش مشكل. خليك سفير باهي لتونس تونس على الاقل وان شاء الله يا ربي. لقحت انت ولا ما لقحتش؟ مازلت ما لقحتش. انا عندي تقريبا معناتها 3 أشهر في تونس. حلمي يعطيك الصحه نورتنا بون كوراج وان شاء الله ربي يوفقك. خلي لي كلمه ختام التوانسه اللي يتفرجوا فيك. تش مدخل حطوا لنا تصوير حلمي مدخل. هذا هو حلمي تصوير تلارس. الله 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 شفت الدراما وكوجهه كذا شوك الشهنة بارك الله. وين هذا؟ في باريس. في باريس ما تحبش تبتسم في باريس معرس خويا. بقديه بالساعتين البلديه غادي؟ بساعتين وما عندهم شويه نوار وكذا سامبل هذيك البلديه. ما احنا خمجناها من بعد. خمجتوها احنا عملنا هنا في تونس وغادي في باريس وفي بلادها هي اون بريطانيا. ربي يفضل هيلك ويفضل لك البنوته. خلي كلمه الختام. كلمة الختام ميرسي نوفل على الاستضافة. ميرسي بوكو ليك. ان شاء الله ان توكا نكونوا ما استهناش بالجمهور في ولاد الغول وانه يكون مسلسل ان توكا يعجب وفيه حاجات اللي تخلي اوموا العباد تفكر في حاجات معينة ويعدي رمضان باهي ان شاء الله. باش ترجع لنا في رمضان ولا مازال تعرفش؟ ان شاء الله. مرحبا بك في رمضان. يعطيك الصحة. عايشك. نورتنا صديقي. جاء الوقت باش نستمتعوا مع فرقة رياض بودينار. يلا نسمعوا احضنوا الايام. تحية لهم.